يعني الله الشمس على الغروب تحمر شوي اليوم. خاطرتي عن الاستقالة، الله يا ما ناس بالدنيا استقالوا وتعينوا وترقوا ووصلوا واستقالوا أو إقالوا، وهي كلها يعني جبر أو بالخاطر. سبحان الله، يعني هي ناس تدللوا بالوظيفة وناس انظلموا وفي ناس انزفوا، مو عاجبك قدم استقالتك. هو ترى بالدستور الكويتي ما في شيء يجبرك على الاستقالة، يعني سبحان الله في ناس بس يعني يصير اكشن يصير شيء او يخلي الاستقاله شماعه، يكون هو يعني مرشح حق وظيفه ثانيه او يبي يزيد شعبيته او يبي يرتاح او يكون حدث سياسي يبي يستغله. في بعض الناس الوالد يقول في حكومه التجار، لما سقط حكومه التجار سنه 1964 وهو معه مجموعه من الوزراء ايام امير نشأ عبد الله السالم، يقول مجموعة التجار استقالوا من المجلس أمه البلدي، لما قالوا من المجلس البلدي وكل الجهات اللي هم أعضاء فيها، التأمينات الاجتماعية كل الجهات يعني عاندوا الحكومة. في ناس استقالوا ورجعوا مناصب أعلى، سبحان الله. هي في كانوا الإداريين أخرج الإدارة يقول لك إن أنت يعني لا إذا عصبت يعني صلك ركعتين وإذا قدرت نسوي نقل أو ندب، لأن آخر الدواء الكي. هي مرات يعني سبحان الله. في ناس يعتبر العودة على الاستقالة مهانة، لا يعني هي كلها حتى بالتعيين قلم، كان الوالد بيعقب رفع يقول قلم وورقة مسببة وغير مسببة أو يكون يعني سبحان الله ما في كامل إلا الله. هي الاستقالة يعني سبحان الله يعني مرحلة من مراحل الحياة، يعني في ناس يعني استقالوا وبعدين الله فتح عليهم، في ناس استقالوا وبعدين عيالهم الله فتح عليهم، يعني يحسون روحهم انظلموا، لأن بالقرآن يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فسبحان الله، احنا كان ناس بعضهم خاصة غير الكويتيين يتمنى، بس اتذكر بالبلدية وخطوة الكويتية وكاسكوش خدمات الطيران يتمنون بس الفحص الطبي، يعني حتى الكويتيين بعض الوظائف وكالنيابة بالفتوى بال خبر يعني كضابط يتمنون مساكين يعتبرها امنيه، والاموات يا ما خدموا وكلنا بعدين نستقيل. سبحان الله، يا رب انه يكون اهم شيء عملنا. الله بالقران يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم ما كنتم تعملون. يعني على قولتهم جره قلم، بس هو ترى إيه ذكرت انا قابلت العم يوسف النصف مسي عند مسجد سيد يعقوب سيد يوسف الطبطبائي الشاميه، هو اشهر استقاله يعني كان ايام حكومه اميرنا الله يرحمه الوالد الشيخ سعد عبد الله الصباح، ما قعد اسبوع استقال العم يوسف النصف، صح كانت اشهر استقاله للوزراء. سبحان الله، هي مثل ما يقولون الاستقاله وراء يعني نهايه خدمه، وفي ناس اخذوا مستحقات واحنا منها منهم يعني الحمد لله، لازم النعمه يعني دولة الكويت يعني دولة الخير والله يوفقهم. وإن شاء الله اللي ناوي على الاستقالة عليه كان الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفع زينب شيخ الطريقة رفع الصوفية عليه بالاستخارة، وشكراً.